فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا هذا صراط مستقيم واذكر في كتاب إبراهيم وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا فلما أتاها نودي يا موسى ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إنه لكبيركم الذي علمكم السحر